عايزينك تشوف يعني تقول لنا برضو كده وتفتح ألبوم الصور الجميل ده وتحكي لنا بقى القصص والصور الحلوة دي. هذا الألبوم بيحتوي على ذكريات أنا كل ما برجعها يعني أنت عارف برجع 40 سنة ورا. احكي لنا بقى، أنا شايف أول صورة ما شاء الله يعني دي صورة كنا في المنتخب، ففي دفعتين بيلعبوا في المنتخب، في دفعة بتلعب وفي دفعة بتستنى ريست عشان في ناس قابلة للتجربة. المنتخب بيجربوا ناس وبيقعدوا ناس وبيعكسوا الأمور. الصورة دي بتحتوي على مجموعة من عظماء من اليمين الناس. بقى مين الموجود؟ الكابتن فؤاد عبد المتعال ده علاج طبيعي، والكابتن ميمي بدير منصورة، وأسامة السطوحي منصورة، كابتن مصطفى عبده النادي الأهلي اللي قاعد تحت، الكابتن ثابت البطل. البطل ده ده العظيم ده رحمة الله عليه، وكابتن مصطفى عبده جنبه كابتن محمود خطيب، وكابتن جمال عبد الحميد، كابتن زمزم، كابتن رمضان السيد، في كابتن محمد عمر بس كان ظهره بس لينا، وبعدين بعديك كابتن علي خليل زمالك طبعا نجم كبير، وبعدين معاه كابتن صلاح ابو جريشه كان المدرب بتاعنا، لان دي بالنسبه للصوره اللي هي الاسود والابيض. الصوره الثانيه فيها نجوم مباراه الزمالك دي، دي كنا بنلعب نادي الزمالك وكان ربنا سبحانه وتعالى موفقني. ف الكابتن حسن شحاته كان شاط عليا شوطه صعبه، فالمهم ربنا كرم وكده فجالي اصابه. دي المباراه انتهت 1-1. فبعد ما قمت الكابتن ميمي الشربي نزل، بس هو كانت جنبي من وشه، بس هو اللي باين جنب الكابتن حسن شحاته، فكان نزل يطمن عليا. فالكابتن حسن شحاته قال لي طب انا اعمل لك ايه يعني، انا كل حاجه في الكوره عملتها لك، انا اعمل لك ايه اكتر من كده. دي بالنسبه للصوره دي. ده الجيل الذهبي الذهبي بقى. دي الناس اللي تعبت بقى وشقت في 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 مرحله من مراحل نادي المنصوره في الدوري الممتاز اللي عملت له اسم كويسه. من اليمين واقف وقوف يمين وجد غزي، بدير، الشال، اسامه السطوحي، محمد الهادي، ثروت فرج. يمين جلوس محمود الصباغ، محمد شاهين، بدو حموده، البابلي، المرحوم سعد صليط رحمه الله عليه، من النجوم الكبار وكان على طول موجود في منتخب. لا 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 لا, لا, لا سعد شخصيه لا لا لن تعوض. وكان كابتن سعد صليط كان من النجوم الكبار الموجودين على طول في منتخب مصر. طبعا كان زميله واخويا، شخصيه جميله. الصوره دي كانت في استاد القاهره صح كده؟ دي في استاد القاهره. الجيل ده كان ناقصه بطوله يا كابتن سطوحي؟ مقاومه نادي المنصوره كان كل حاجه موجوده، النجوميه وموجودين في منتخب مصر والجماهيريه الفكر انت كل حاجه مقاومات موجوده في الـ 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 الادوات، لكن الفكر كان محدود. ليه؟ لان معظم هذا الجيل تم ادارته مجلس اداره مؤقت بالتعيين وليس بالانتخاب. بس سيظل جيل عظيم طبعا، جيل المنصوره ده من الاجيال الذهبيه. كان يرأس هذه العمليه عده رؤساء النادي، منهم اللواء خالد بن الوليد كان رئيس النادي وكان مدير امن الداخليه، وتولى رئاسة نادي المنصورة، هو اللي كان بيديره بحكمة. هنا بقى برضو ده صورة في استاد القاهرة برضو، الجيل الذهبي. ده جيل ذهبي برضو في المنصورة ما شاء الله، أجيال عظيمة يعني. ده المدرجات يا كابتن عشان تتفرج في القاهرة على ماتش أهلي ومنصورة أو زمالك ومنصورة، الجماهير كانت بتبقى فوق وتحت الدورين شبه كاملة يعني. يعني في صور الواحد بيشوف الجمهور نمنم كده وبتاع ومنهم يعني لا كله جاي يشوف المنصورة وكله حافظ لعيبة المنصورة وكله بيتمتع، لأن احنا كنا بنلعب. قول لنا برضو الأسماء الموجودة في الصورة دي من هنا كده من الأول. يمين وقوف ثروت فرج، إبراهيم رز، وجد غزي، أسامة السطوحي، أحمد شاكر، الشال، ناجي فتحي الله يرحمه، بدير، البابلي، سعد صليط، بدو حمود. دي مجموعة من اللعيبة اللي هنا بقى هنا لب الموضوع كله. احنا علاقتنا ببعض لنا برضو الحراس حراس مرمى علاقتنا ببعض ما فيهاش اي نوع من التشاحن، فيها حب، فيها اخلاص، فيها اخاء،
فلغايه النهارده احنا النهارده مثلا تواصل مع بعض، تواصل احنا عدينا 66 سنه دلوقتي، ولكن بالرغم من هذا التواصل متواجد عن طريق التليفونات، عن طريق الزيارات، عن طريق اللقاءات، لان انا من الناس العاملين في قطاع شرق الدلتا، بيقابلني اهلي وزمالك والاسماعيلي بتاع غرب الدلتا، القناه دايما. فبنتقابل الى جانب التليفونات موجوده. دي صوره للكابتن عادل مأمور والكابتن نجم اكرامي، نجم الزمالك ونجم الاهلي ونجم المنصوره كابتن سطوح، وانا في وسطهم، وكان دائما وابدا ان الناس دي يعني معايا كويسه. ليه؟ لان انت راجل، احنا من القاهره وانت من المنصوره، وجب علينا ان احنا يعني ننصحك لو في نصيحه، نقف جنبك لو انت محتاج حاجه، لان انا هناك بدون ام بدون اب بدون اي حاجه، بدون اسره، هم اخواتي واسرتي وحبايبي. الصوره اللي بعد كده دي قبل مباراه رومانيا الدوليه الوديه الكلام